يا هلا ومرحبا مشاهدينا الكرام، نستكمل معكم هذه الفرحة الجميلة وموضوع كذا يلمس كثير من الشباب والشابات، والمتعارف عليه انه دائما في وظيفة جديدة وبيئة جديدة تدخلها دائما تكون لها رهبة وتحديات عشان تثبت وجودك وكفاءتك في هذا المكان وتحاول انك تتغلب عليها وتثبت مثل ما قلت كفاءتك. طبعا اليوم في فقرة تغير حياتك راح نتكلم عن الموظف الجديد واقبل المشاكل اللي يواجه في بيئة العمل وكيف يتغلب عليها، وحتى الحين بيقدم على وظيفة حتى هذه الفقرة راح تفيدك. تفاصيل اكثر نرحب بالاستوديو بضيفنا المدرب المعتمد بالتنمية البشرية الاستاذ محمد. حي الله استاذ محمد. اهلا وسهلا. منور يا بعد راس. يا بعد راس. منطول الغيبة جاب الغنايم. وهذه الغنايم شايفتك طال عمرك. والله عينك. الله يسلمك. موضوع جدا جميل. اولا اذا تحب توصل كلمة او تبارك لمملكتنا الغالية اكيد لك الحرية. اول شيء نبارك للسعودية عامة ولخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان الله يحفظه وولي عهده الامين صاحب السمو الامير محمد بن سلمان والشعب السعودي العظيم 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 العظيم. اكيد. طيب. خلينا الآن ندخل في موضوعنا ألا وهو الموظف الجديد شلون يثبت كفاءته. خلينا نقول قبل ما يدخل في التحديات اللي يواجهها كل موظف. جميل. الموظف الجديد يعتبر أول يوم له بالنسبة له هذا يوم جميل ومهم. صحيح. خلينا نتحدث أكثر عن هذا اليوم. يوم عيد أنا أسميه. يوم أول يوم دوام. إيه يوم عيد. بعد مرحلة دامت أكثر من 13 سنة تقريبا خلينا نقول اي اللي هو مرحلة اللي هو الدراسية يوم عيد انك بعد بحثك اللي هو الوظيفة وحصلت الوظيفة يعتبر يوم عيد يوم فرح يوم سعادة يوم خطوة جديدة إلى الأمام يوم نقول تفتح الباب ورا باب ورا باب ورا باب مستقبل بإذن الله اللي هو الباب باب الزواج باب المشاريع التجارية وباب كل الحاجات إلى ما لا نهاية بإذن الله إن شاء الله عز وجل. الشيء الثاني طبعا أبي أخلصها طبعا في عدة قواعد. القاعدة الأولى أن الموظف الجديد أو الموظف اللي أول يستلم وظيفته أن يخلص النية لله عز وجل ونعم بالله صحيح. وأن يتوكل على الله. صحيح. القاعدة الثالثة تعلم 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 الله تعلم 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 هذه أحط بينها خطوط كبيرة جدا. إي نعم. والقاعدة الثالثة هذه اللي هو تعلم النية والتوكل على الله عز وجل. تعلمي 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 نتعلم وما زلنا نتعلم. أستاذ محمد أستاذ محمد يا ترى إيش هي التحديات اللي يواجهها الموظف مثلا يقول في بداية مسيرته العملية؟ طبعا التحديات احنا ما نحددها لكن هي كثيرة التحديات. خلينا نقول من ابرز التحديات اللي تواجه الموظف الجديد بيئة العمل. بيئة العمل اذا صارت جذابة راح تلاقون الموظف يمكن يفطر الموظفين على حسابه. صحيح. بالعكس بيدفع ما وراه ودونه بالعكس لانه قاعد شاري بيئة العمل. بيئة العمل اذا كانت محفزة واذا كانت معطاءة وهذا ترى الكلام هذا كله المسؤولين والمدراء واصحاب الشركات واصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ادعموا الموظفين لانه بعد الله عز وجل هو النجاح لمنشأتك. فاذا انت وفرت له البيئة المحفزة وهذا اكبر تحدي ان يخوضه الموظف مع وظيفته. طيب خلينا الان نوجه لبعض الموظفين اللي يكون في بيئة عمل جديدة. هذه ميزة ابغى تعليقك على هذا. دائما الموظف الجديد يكون اكرم منه ما فيه. اوه اكرم منه يجيب اكل معاه وزملائي في فتره التعارف الين يتعرف عليهم يوصل لمرحله انه يمون عليهم ينقطع هذا الشيء. تعليقك. والله انت تذكرنا بتوهقنا برضه بعد فيصل انت بتذكرنا قبل اول وظيفه والحين ما ادري والله وين فيه طال عمرك تبي شيء تحتاج شيء عندي بخور عندي نحاول نضبطه بقدر المستطاع والمتى من والى هذه طبعا ترجع للموظف ودائما نقولها للشباب والبنات حسن صورتك الذهنيه قدام مسؤوليك وقدام الموظفين كان انطباع اول وكانطباع اخر برضه صحيح. ليش انا اعطيهم الجانب السلبي صحيح. ليش أعطيهم الجانب النكدي أنا وأنا 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 لا يا حبيبي انبسط وعيش وعطهم الصورة الإيجابية عطهم البسمة مثل بسمتك أخي فيصل الله يعينك حتى آمنة الله يعطيك العافية شكرا فيصل خليني نكمل نكتب فيصل فنعطي جرعة لمسؤولينا ومدرائنا نعطيهم الطاقة الإيجابية في كل صباح
وأنت كذلك برضو نرجع المسؤول، لا تعطي بداية الصباح مهام 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 على طول، خلي الرجال يروق، خليه يتقهوى، خليه يتفنجل، خليه ياكل يقطع. الله بنعطيك ترى عينك علينا نعطيك استاذ محمد. استاذ محمد طيب ودنا نعرف يا ترى في فترة التجريبية ايش تنصح الموظف الجديد اثناء هذه الفترة عشان ان شاء الله يا رب انه خاص يتمسك في هذه الوظيفة يكون فيها رسمي؟ انا قلت في القاعدة الأساسية توكل 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 التعلم 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 التوكل النية التوكل النية والتعلم التعلم 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 والتعلم في نصيحة بعد سمعتها إيه ما يكون في يعني يعطي الثقة بشكل كبير للكل. أنا برجع للموضوع كيف يثبت نفسه في الفترة التجريبية. هذا المطلوب. تمام. أنا قلت تعلم تعلم تعلم، وكذلك حاول إنك تطلع سواء باليوتيوب أو من أحد الأصدقاء اللي نفس مهمتك الوظيفية أو نفس تخصصك أو نفس مجالك المهني. صحيح. تعال زاملهم، رح تقهوى أنت وياهم، اطلع أنت وياهم، اسمع منهم، خذ اللي أفضل منك اللي هو تجربة وأكبر منك سناً. بالعكس عشان قلت كذا تعلم تعلم تعلم. على طاري تعلم تعلم تعلم، في بعض الشباب والشابات الله يوفقهم جميعاً. الله يوفق شبابنا. آمين رب العالمين. إذا دخلوا على وظيفة معينة مبدئياً دائماً في طبيعة العمل وفي بيئة العمل كلن يكون مشغول في عمله. يعني ما راح يكون شخص متفرغ إلا مدرب معتمد يجي يدربك، ولكن في بعض الأحيان المدرب يترك بهدف معين غاية في نفس يعقوب، بيشوف هل هذا الشخص جدير إنه هو بيتعلم، هل هو الشخص يسعى إنه يتعلم بنفسه من دون أي توجيه. فنصيحة توجهها للشباب الآن، هم يعتبر هذه الأيام الأولى لهم في الدوام، شلون وش الطريقة المناسبة للتعلم، وش يسوي عشان يلفت مديره أو عشان ينتج ويبدأ في هذا المكان؟ أبي أشوف الكاميرا وين الكاميرا وين الكاميرا هذا هذه يسارك موجودة. مثل ما نظرت رقم 5 فوجك هذا هذا هنا فوجك 5 ركز على الهدف الجدار أو الجدار هنا هناك ركز على الهدف ركز على هدفك أوكي. ركز على هدفك ركز على وركز على إيش تبغى أنت أصلا. أولا وأخيرا الحياة الوظيفية ما هي بالوالدك ولا والدتك ولا أسرتك ولا أصدقائك، الحياة الوظيفية لك أنت لك أنت لك أنت. فركز على هدف، ركز وش تبغى، ولا تشتت نفسك كثير وتروح وتجي. صحيح. خلك إلى الأمام والله يوفقك يا رب العالمين. أجل حط الكاميرا علي أنا بعد بدي أقول كلمة. كاميرتنا مخرج نجهز كلمة كاميرا علي دقيقة طالع فيه مخرجنا. توكل على الله، النية، تعلم تعلم تعلم. ذكرتني بأغنية نوال الكويتية تعلمنا كثير احنا. يا سلام دخلت الفن هذه. شكرا لك. شكرا لك يعطيك العافية. الله يعافيك. الله يعافيك. شكر خاص للمدرب المدرب المعتمد بالتنمية البشرية الأستاذ محمد الدحوم، يعطيك ألف عافية. الله يعطيك العافية. نورتنا يا بعد راسي. الله يسلمك.